كلامك مظبوط، انا حاسه ابي متغير كثير، ما عاد مثل الاول، ما ادري شو بو. ايه لك ناجية، ايه ما بعرف شو بدي اقول لك، صرت عم خاف عليك كثير. قلبي محروق حرق عليك. ما بعرف شو صاير، المرض ولا الكبر، صاير عم يعمل شغلات بتخجل. شو عمل؟ تصوري لما كنا عند الدكتور، هذا الدكتور المحترم اللي بيحبه لأبوكي وبيحترمه، كان عنده ضيف، أبوكي شال ورقة وحطها بإيد الضيف، أما الضيف قرا الورقة ورجع على الدكتور حمدي من غير ما يحس أبوكي. حذري شو كاتب له فيها، ما تحط ثقتك بالدكتور حمدي.